في اخبار التنس، المنتخب الوطني للناشئين التنس وناشئات التنس ايضا حصد لقب بطوله السلمانيه الدوليه التي اقيمت على ملاعب نادي السلمانيه بمشاركه 20 دوله من مختلف انحاء العالم. منتخب مصر حقق لقب فرد الناشئين بعد فوز اللاعب هادي الكردي في المباراه النهائيه على الروسي ايفانوف، وفي نهائي فردي الناشئات فازت اللاعبه هنا الديب على اللاعبة الرومانية برنينا سازابو. كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في بطولة السلمانية. تعالوا نشوف تقرير ده ونرجع مرة تانية. بطولة السلمانية الدولية للناشئين التنس جريد 5 بيشارك في البطولة 140 خامس نسخة للبطولة بالفعل، بيشارك في البطولة 140 لاعب ولاعبة بيمثلوا حوالي 12 دولة. طبعا على رأسهم المنتخب المصري للتنس اللي الحمد لله منذ سنوات طويلة لم نشوف اثنين في النهائي، هو اللاعب هادي الكردي واللاعبة هنا الديب في النهائي، ودي من سنوات طويلة ما قدرناش ان احنا نحصد في الرجال والسيدات. ان شاء الله قادر اللاعب المصري هادي الكردي يحصد المركز الاول في الولاد، وان شاء الله بعد دقائق من الان هتحصل ان شاء الله اللاعبة المصرية هنا الديب على حساب اللاعبة الرومانية ماريانا، وان شاء الله يبقى اللقب الثاني للولاد والبنات. عدد الجنسيات زي ما احنا قلنا ان هم بيمثلوا حوالي 12 دولة، 140 لاعب ولاعبة. على هامش البطولة يقوم اليوم الادوار التمهيدية لبطولة ال 15000 دولار على نفس الملاعب استعدادا. احنا بناخد الموضوع ستيب باي ستيب، بدأنا ببطولات الناشئين، بعدها الاسبوع على طول بنخش على بطولات الفيوتشر اللي هي ال 15000 دولار للرجال و 15000 دولار للسيدات، اللي النهاردة ابتداء الادوار التمهيدية. وعلى هامش دايما البطولات ديت بيكون بعدها الليفل بيعلى شويه، بنطلع من الناشئين للبطولات المحترفين اللي هي ال 15000 دولار. هي دلوقتي انا مش حاسه اي حاجه، بس مبسوطه جدا اكيد ان انا اول مره اوصل فاينل، واول مره العب فاينل، واول مره اكسب ماتش صعب زي ده. بنت صراحه الماتش كان تقيل الحمد لله. اولا لازم ان هو اول ما اكون دايسه عليها افضل دايسه عشان ما تفضلش تقرب مني ونبدا نبقى كلوز. تاني حاجه لو وصلت مثلا فاينل سات وكده لازم اقعد اشرب سوائل كتير وميه وموز وكده. وكمان يعني كنت اول سات ما كنت نازله اللي هو مش احسن حاجه، فابتديت اشد على نفسي عشان ما اطولش على نفس الماتش. طبعا ان هي اكسبيرينس مختلفه، بنلعب ناس جداد غير ان احنا بنلعبهم في البطولات المحليه. بنشوف مثلا غلطات، بنشوف الناس التانيه عندهم ايه احسن عشان نطوره عندنا كده يعني. بس الصراحه يعني ماهر وصفوت الصراحه خلوا الناس تحب تلعب تنس اكتر، حطوا في امل ان الناس توصل لحاجه. يعني قبل كده ما كانش في امل، اللي هو كله بيلعب هنا خلاص ما حدش عارف يوصل لحاجه. دلوقتي بقى في امل، حتى احنا دلوقتي بقينا عندنا يعني كده عظيمة كان احنا نقدر نوصل. التجربه كانت حلوه جدا وكل حاجه كانت حلوه جدا. الجو بس كان حر قوي، فبناخد اكسبيرينس ان الجو حر وبنلعب في الحر، وبس كل حاجه كانت حلوه، التنظيم حلو والكور حلوه، فدول ساعدوا البطوله كتير. ولا اوفرول خدت اكسبيرينس كتير، ان بتلعب لعيبه اجنبيه في مصر وبالذات ان انت يعني قريبه من بيتي، فكل يعني كل حاجه كانت حلوه. اصعب فترات في الماتش كانت اللي هي فيرست سيت في السوبر تاي بريك، في التاي بريك سوري، في اول ست في الاخر ما كنتش عارف اقفل كويس، بس الحمد لله عرفت اقفل. يعني تنس الحمد لله ابتدى ياخد زي اللي هو مساحته في عامه في السبورتس كلها، يعني الناس ابتدت تتابع التنس اكتر من الاول، وكذا انستغرام كذا حاجات على الانستغرام ابتدت تنزل بوست وبتاع، فبقت حلوه يعني. والناس يعني كذا شركه ابتدت تساعد كمان التنس ولعيبه التنس وبتاع، فبقت حلوه. كل تقرير وكل بطولة بتبقى عندنا في مصر وبيبقى فيها تقرير برجع وببقى عندي فخر، وكل لحظة بشوف فيها لقاءات من لاعبينا اللي بيبقوا مشاركين في هذه البطولة بيبقى عندي سعادة. بالتأكيد البطولات دي لما بتقام في مصر أصبح عندنا زي ما احنا بنقول كده اتجاه في مصر ان انت كل أبطالك يبقى بطولاتهم هنا، بيوفر كتير قوي. عندي فخر بان احنا بنستضيف كل منتخبات العالم ولاعيبي العالم في مصر في أي بطولة أيا كانت، وكمان بتعرفنا ثقافة أولادنا في التقرير وقد إيه بيبقى عندهم يعني سعادة لما بيبقى الأبطال العالم كلهم متواجدين أو لاعبي العالم متواجدين هنا في مصر وبيلعبوا معاهم على أرض مصر. بالتأكيد والتنظيم خلاص المسألة بقت واضحة وجلية قدام حضراتكم، عندنا علامة كاملة في التنظيم في مختلف اللعبات.